الثانوية العامة السنة دي الحقيقة اتظلموا ظلم كبير جدا، لأن أولا في رمضان امتحاناتهم، ثانيا كمان عدوا بتجربة مؤلمة جدا بتاع تسريب الامتحانات والتوتر العصبي اللي مروا بيه، وكمان إعادة الامتحانات مرة تانية. الحقيقة ان الموضوع ده، موضوع تسريب الامتحانات ده، بيفتح تساؤل اكبر، وهو منظومة التعليم في مصر. وياما اتكلمنا في الموضوع ده، ياما الناس قالت منظومة التعليم في مصر الحقيقة محتاجة تطوير كبير، ومنظومة الثانوية العامة دي بالذات محتاجة تطوير كبير. يعني مش كل واحد بيعدي من الثانوية العامة دي بيبقى عارف هو عايز يدرس ايه، يعمل ايه، التنسيق بيتحكم في مصاير الناس، والحقيقة مش عايز اقول بيبلينا بحاجات في المجتمع بعد كده، انه الناس بتشتغل شغلانات مش بتحبها، وناس بتتحط في أماكن مش بتاعتها. فمنظومة التعليم بصفة عامة محتاجة تغيير، ويا رب تكون دي تريجر يعني، أو زي كده ناقوس خطر كده يقول قد كده منظومة التعليم في مصر محتاجة فعلا تطوير كبير. ضيوفنا النهاردة أستاذ صلاح طه، مدير إدارة الدقي التعليمية. أهلا وسهلا يا أهلا فندم، نهارك وسهلا سعيد. حبيبتي، أهلا وسهلا. أستاذ سعيد إسماعيل، نقيب معلمي الجيزة. أهلا يا وسهلا يا أهلي، فندم، نهارك أهلا وسهلا. سعيد. بداية كده، تعليق حضراتكم على موضوع التسريب ده، دي غلطة مين بالظبط؟ غلطة مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك رد بالذات، عشان لسه بقول لحضرتك دي وزير التعليم مشكلته، قلت لي دي مش مشكلته. لا، هو انا اساسا يعني عشان نفتح موضوع فلازم نتكلم فيه بموضوعيه. ماشي. وزير التربيه والتعليم ده منصب سياسي، يعني الدوله بتختاره عشان يبقى منصب سياسي. سياسي ولا اداري؟ سياسي. الوزير منصب سياسي في المقام الاول. لا. في وكلاء وزاره هم دول المنوط بيهم الناحيه الاداريه. ولكن لما اجي اقول بقى تسريب الامتحانات، هل تسريب الامتحانات ده مسؤوليه وزاره ولا مسؤوليه بلد؟ النهارده التسريب اللي بيتم في مصر ده مسؤوليه بلد، ليه؟ مسؤوليه شعب بالكامل. ليه؟ لما انا اعرف ان في اولياء امور جابوا سماعات عشان يحطوها في ودن ولادهم عشان يغشوا. يعني بقى يبقى ده مش تسريب امتحان. لما اعرف ان النت هو بيتبارى، اللي شغال على النت ده، ان هو ازاي يفشل العمليه التعليميه. يعني ايه تسريب امتحان؟ يعني انا عايز افشل منظومه التربيه والتعليم. انا قاصد ان افشل منظومه التربيه والتعليم. في تقنيه عاليه، في تكنولوجيا موجوده، وبالتالي هو عمال بيحطم في المنظومه بتاعه التربيه والتعليم بتاعتنا. يبقى مش وزير ومش وكيل وزاره ومش، طب ما هم الاولاد اللي امتحنوا النهارده دول ثانويه عامه، السنه اللي فاتت كانوا بيمتحنوا ثانيه ثانوي في مدارسهم، ما حصلش تسريب ليه؟ علشان دي الثانويه العامه دي رعب ما فيش رعب الانسانيه، بقى ما رعب هي مش الانسانيه. موضوع رعب بقى، لا انا مش يا اما بتكلم، تدخل الكليه اللي انت عايزها، لا يا اما انا مش تروح بتكلم كليه في مش موضوع عايزها. رعب، يعني هو انا ما بتكلم عشان في كده موضوع تسريب. ما هو التسريب لو جاي انت من الرعب عايز، اللي جاي من الثانويه العامه. لا، هي قصه، انا عايز افشل ولا عايز انجح؟ في ناس عايزه تهدم المجتمع المصري، قصده فعلا تهدم المجتمع المصري، عايزه تقول للعالم ان احنا ناس فشله، مش عارفين لا طياره تمشي ولا سياحه تمشي ولا تعليم، فاحنا نبقى فاشلين، فخلاص بقى نبقى زي سوريا والعراق وليبيا والكلام ده كله. طيب فما استاذ ينفعش. صلاح، بتتفق مع الكلام ده ولا ليك راي اخر؟ هل بالتاكيد. هي مشكله، هل هي نظريه مؤامره، ولا هي مشكله منظومه موجوده في مصر خربانه زي منظومات كتيره جدا في وزارات كتيره جدا؟ والله انا بتفق مع الاستاذ سعيد على الكلام اللي بيقوله حضرتك، لان دي نتاج منظومه قيم بدات تنحدر في المجتمع، بدايه من اولياء الامور اللي يساعدوا اولادهم ان هم على الغش، الانسان اللي ما عندوش ضمير اللي هو سمح لنفسه ان هو يسرب الامتحان. وبالتاكيد احنا كمصر دوله عريقه صاحبه رياده صاحبه سياده، هناك اعداء لينا متربصين بينا بيحاولوا يدمرونا من الداخل ومن الخارج. من الداخل بانهم يستغلوا اصحاب الضمائر الميته، اصحاب النفوس الخاربه والضمائر الخاربه، علشان يهدموا منظومه التعليم واي منظومه في مصر. يعني هنا مش المستهدف التعليم بس، هو هي منظومه التعليم محتاجه اصلا حد يخربها؟ ما هي خربانه يا فندم. لا لا، معلش، بعد خليني اذن حضرتك حضرتك قلت نتكلم بموضوعيه. تمام، ما نتكلم. كل الناس، انت لو سالت اي حد معدي في الشارع كده، اي حد وقفته هيقول لك يعني، لان هو ده اللي وصل له بس،
لان هو لو في لو نتكلم بقى بموضوع حضرتك، تعالوا شوفوا مدارسنا المدارس ماشيه ازاي، اعداد الطلاب، طريقه التعليم. انا كنت بقابل الناس المدرسين اصلا ما بيروحوش يدرسوا من الاساس، ويقول لك ثانويه عامه ناس بتاخد دروس خصوصيه كلها. يعني هي دي كل ده منظومه، ما هو ده مش منظومه، هم محتاجين يجيبوا حد من بره يحارب. لا مش حته حد من بره حضرتك، احنا برضو لازم يبقى عندنا كمجتمع ثقافه ان احنا المؤسسه التربويه دي بتاعتنا كلنا، مش انا هرمي على التربيه والتعليم بس. نعم. احنا المجتمع مع الاعلام كل المؤسسات الحكوميه ومسؤول لازم احطها قدام مسؤوليتها. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا بعمل منظومه قيم كويسه مثلا مع الطالب في المدرسه، يخرج الطالب يروح البيت يشوف فيلم او مسلسل فيه كلمات هابطه وتصرفات هابطه، يعني يبقى انا اللي انا بعمله ما بيهدمه. يبقى احنا لازم كلنا احنا مع بعض يبقى في اتساق ما بين كل المؤسسات المجتمعيه ان احنا نصلح. احنا شايفين السلوكيات بتاعت ولادنا بقت عامله ازاي، فده محتاج مننا كلنا ان احنا نتعاون عشان منظومه التعليم. زي ما بنقول التعليم هو صناعه المستقبل في مصر، التعليم من غيره مش هيبقى فيه تنميه، التعليم من غيره مش هيبقى فيه قيادات في المستقبل. فاحنا لازم نبص له بصه باهتمام. ويمكن اللي حصل ده يعتبر ناقوس خطر بيدق، انا بعتبره رب ضاره نافعه، عشان نبدا بقى نهتم ونبدا نطور ونبدا نشوف المنظومه تمشي ازاي، ونبدا نحط حلول، نبدا نحط خطط استراتيجيه، خطط قوميه عشان نقدر نعالج الكلام ده. طيب تعامل الدوله مع الازمه دي حضرتك شفته ازاي، وازاي اتعاملت مع مشكله التسريبات؟ يعني حضرتك بتقول الامتحانات اتعادت وفي اخر امتحان، يعني اتعاملت ازاي الدوله مع الفكره اللي حصلت دي؟ هو لما حصل التسريب بتاع الامتحان السنه دي، هو احنا بقى لنا حوالي 3 سنين في تسريبات للامتحانات عن طريق زي ما قلنا لحضرتك التقنيه. الناس من جوه الوزاره يعني بتسرب الامتحانات؟ ده السنه دي بقى، لكن السنه اللي فاتت كان بيسرب عن طريق النت، حد يصور الورقه الامتحانيه ويبدا ينشرها. اه برضه اكيد حد من جوه الوزاره. لا ده مش جوه الوزاره، ما عشان بس ايه نمشي بالترتيب. السنه دي لما اتحكمت، لما معالي الوزير حكمها من المدارس، فاستنتج ان التسريب كان من المطبعه السريه، ودي خطا انا ما بعفيش عنه الوزاره. من المطبعه؟ من المطبعه السريه. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ هم اعلنوها النيابه. النيابه موضوع في التحقيقات في النيابه. يعني خرج التسريب من قلب المطبعه. لان في نموذج اجابه طلع. فخلاص بقى، يعني ورقه اسئله ماشي من اللجنه، لكن لما يطلع نموذج اجابه يبقى من المطبعه. والتحقيقات جاريه، من زي ما بقول لحضرتك، ما انت عايز تفشلني، ما يعني ايه تاخد امتحان تسربه؟ طب خلينا طيب نشوف بس الفكره دلوقتي، الامتحانات دي بقى هتتعاد ولا اتعادت بقى؟ اتعادت. الديناميكا اتعاد النهارده؟ والجبر والعلم النفسي الديناميكا اتعادت امبارح. الديناميكا والدين اتعاد يوم الاربعاء. يوم الاربعاء فاضل ايه بقى؟ اللي هو الجبر اللي هي الرياضه البحته والعلم النفس تاني، وهم دول هيتعادوا ان شاء الله بكره اخر يوم. عايز اسمع بقى راي حضراتكم في المستقبل بقى. يعني دلوقتي احنا حصل المشكله دي، وكل سنه بيحصل كارثه ما، يعني تمام، ازاي نقدر نطور منظومه التعليم في مصر ونبتدي بايه؟ تمام. لو انا مثلا هقول كان في حاجه اسمها التخطيط الاستراتيجي مثلا، اللي بيعمل اول عمليه تقييم ذاتي ودراسه للوضع الراهن، وابدا اشوف المشكلات بتاعتي فين وابدا احط لها حلول او خطط علاجيه. زي ايه ما احنا اهم المشكلات في راي حضرتك؟ يعني اهم المشكلات مثلا في الثانويه العامه، اللي زي ما حضرتك بتتكلمي من شويه، اللي هي الدروس الخصوصيه ولجوء الطلبه الى السناتر ودروس خصوصيه خارج المدرسه. احنا هنا في خطه اسمها خطه استراتيجيه لاصلاح التعليم، من بينها ان احنا نطور اداء المعلم. تمام. وان المعلم يبقى قادر على مواكبه التكنولوجيا الحديثه واستخدام استراتيجيات التعلم الحديثه داخل الفصل. لكن انا بدايه هرجع واشوف العلاج بتاع الجزئيه بتاعه الاولاد، ان هم ليه بيعزفوا نروحوا المدرسه. في حد بيشدهم مننا بره، واحنا من الداخل بنحاول نجتهد ان احنا نطور التعليم ونطور الخدمه بتميز داخل المدرسه. ان الاداء يبقى عالي، الاداء يبقى اعلى. ان احنا يمكن انا في تجربه خضتها يمكن من سنتين، في كنت مدير عام لاداره اسمها اداره اوسيم التعليميه. حطيت في دماغي ان انا ازاي اعالج ابتعاد الطلبه عن المدرسه، وازاي اعمل لهم عمليه اكتساب. بدات انا اتابع دي بنفسي،
خطة سميتها خطة بعيدة المدى وخطة قريبة المدى. القريبة المدى اللي هو مع الأولاد بنفسهم اللي هم استغلت وجودهم في أول يوم في الدراسة، لأن بعد كده ما بيجوش. أول يوم وتاني يوم وتالت يوم بدأت أدخل الأولاد الفصول وراغبهم في المدرسة، التسرب من المدارس بقى تمام، وبدأت أوضح لهم إن إحنا هنقدم لكم خدمة على أعلى مستوى، هنعمل لكم محاضرات، هنخليكم تختاروا بنفسكم المدرسين اللي إيه هتدرس لكم. وبدأت أأكد الكلام ده مع إدارات المدارس إنها فعلا تبقى معايا في الخطه دي، ما انا ممكن اقول كلام بعد كده امشي الاقي الدنيا غير كده. فكنت حاطط الكلام ده في دماغي ان انا اتابعه يوميا مع الطلبه. في نفس الوقت كنت عملت اجتماع مع مجلس الامناء بتاع الاداره على مستوى الاداره وعلى مستوى المدارس ان انا يساعدوني في يوصلوا الثقافه ديت لاولياء الامور ان احنا عايزين نلزم اولادنا ان يروحوا المدرسه. ولما يبقى ما يلاقيش خدمه يبقى يجي لي بقى. انا اعرف اتصرف مع المقصر. احنا عاملين تقرير بنستطلع فيه راي الناس على تطوير التعليم في مصر، نشوف رايهم ونرجع نشوف راي استاذ سعيد. نقف على العصور على اخر متطلبات العصر، ما نخشش في الامور التقليديه اللي احنا عشناها من سنين. عايزين ناس في منتهى الجراه، ناس عندهم علم راقي يطوروا لنا التعليم ويخلوا ان العلم يواكب الحياه العمليه اللي موجوده في مصر، ما يبقاش طلاسم. احنا الطلبه بتحفظ حاجات في شيء وحياتها ماشيه في شيء تاني. جهود ناس ومصاريف اهالي وحرق الدم اعصاب، كل ده بيضيعوه في لمح البصر. الطالب ولا الطالبه بتخش الامتحان بتخلص من الماده عشان تنتبه للماده الثانيه. مش معقول ان انا اجي اقول لك لا اعيدها، يبقى انت عيديني بقى ست شهور تاني عشان اركز في نفس الماده عشان اعرف اذاكرها. التعليم في مصر بيدار بطريقه خطا، مش عشان الوزير ملوش دعوه. نظام التعليم من الاساس مش مظبوط، بيقوم على التلقين، واحنا عايزين تعليم يقوم على العقل مش على الحفظ، على الفهم. الوضع النهارده ان التعليم كله نظري، يعني حتى النهارده الطالب بيتخرج بيقعد، مفيش لا في مصانع ولا في شركات بتاخد حتى تنمي القدرات بتاعته اللي هو استفاد بها على فكره التعليم كله، خاصة المدارس الصناعية والكليات العملية. وإحنا النهاردة عندنا التعليم كله معظمه نظري، فإحنا بنناشد الحكومة أن تربط عملية الورش الصناعية بالتعليم الصناعي، على أساس أن إحنا يكون عندنا إيه عملية إيه توازن ما بين التعليم النظري وبين التعليم العملي. التعليم في مصر اللي هي المنظومة اللي هي ثلاث أضلاع اللي هي المعلم والمنشأة التعليمية والمنهج، دي اساسا يعني منظومه يعني مش عارف احنا مش ماشيين تبع اي نظام تعليمي متقدم ان احنا نقتبس منه نظام تعليمي نمشي عليه. لكن انا بعتقد ان التعليم ما تقدمش في الفتره اللي فاتت دي، ادينا حوالي 30 سنه التعليم محلك سر هو نفس النظام التعليمي التقليدي، بل بالعكس هو يعني جه في الاخر بقى استثماري بقى اللي هي المدارس الخاصه والجامعات الخاصه، بقى نظام التعليم استثماري وتجاره وليس من اجل العلم. تطوير التعليم اول حاجه تغيير المناهج اللي هي موجوده حاليا لانها ما بتواكبش سوق العمل، ثاني حاجه الاهتمام بالمدرس وان هو يخلوه يعني بالكرامه بالشكل اللائق، يعني كمدرس ترجع له كرامته تاني. كلام جميل والله. تعليق حضرتك ايه على التقرير؟ هو انا هتكلم في ثلاث نقاط مهمه. نمره واحد زي ما اختتم الاخ، المعلم لابد ان يكون المعلم له الصداره في عمليه التعليم. ما يهمش، هو المحور الاساسي في عمليه التعليميه. يعني انا عايز اغير منهج يبقى لابد ان يكون المعلم، عايز احط رؤيه يبقى المعلم، عايز احط تطوير لاي حاجه لابد المعلم، هو اللي هيؤدي في الاخر. ايه اللي حاصل في احنا لا 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 احنا منحينه جانبا خالص، ملوش اي علاقه. لا مدير مدرسه يقدر ياخد قرار، واحنا بنقول لا مركزيه ولا تطبق ولا تطبق، هي شعار. لكن لا مدير مدرسه يقدر ياخد قرار، ومع احترام الاستاذ صلاح المدير العام لازم يرجع للرؤساء. القصه مكبله. المدير العام لازم يكون قاعد في مكتبه يستطيع ان يتخذ القرارات، ولما اغلط يتحاسب. مدير المدرسه ياخد قرارات لما يغلط يتحاسب. الموجه مفيش، المدرس الاول. احنا اتلغى دور المدرس الاول في المدارس. المدرس الاول ده كان عصب العمليه التعليميه جوه المدرسه، هو اللي ليه المنظومه بتاعه المدرسين، هو بيقعد يقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه وايه الحته الصعبه اللي في المنهج، ويقعد يذلهم. المواضيع دي كلها انتهت. ما احنا عمالين كلنا بنتكلم في التعليم، لكن احنا بنعمل ايه بقى للتعليم؟ ما بنعملش حاجه، بنتكلم بس. ايوه. فانا عشان من داخل المنظومه بتاعه التربيه والتعليم، المعلم لابد ان يكون له الحراك الاول في عمليه التعليم. ده نمره واحد.
نمرة اتنين، أنا الثانوية العامة عندي مشكلة من شهر 7 أولياء الأمور يلجأوا إلى السناتر والمدرسين الخصوصيين ويدوا دروس من غير ما يعرف هو رايح مدرسة إيه ولا مين اللي هيدرس له. هو أصلا أنا بتهم المدرس ليه؟ ما بيروحوش المدارس أساسا. لا معلش، ما أنا بقول لحضرتك أنا النهاردة دي حاجة أنا شفتها. ما أنا بقول لحضرتك أنا النهاردة من شهر 7 وديت ابني للدروس. الدراسة بتبدأ في 9. ايه دور المدرس؟ ذنبه ايه اللي لسه ما يعرفش الا الطالب يعرفه ولا هو يعرف الطالب؟ ما هو بقى بيسمعه بقى من ذكرياته. ما هو يسمع الماضي بقى. بس يبقى هنفضل نسمع بقى. يعني ما احنا السنه اللي فاتت حصل كذا وكانت المدرسين ما ينفعش انا احط توقع تروح المدرسه ما يلاقوش مدرسين. ما انا حضرتك بحط توقع وبعمل نتيجه. فين الاداء؟ انا ما عنديش اداء. يا عم مش هيغامر في ثانويه عامه. لا لا حضرتك معلش يعني استاذ صلاح بقول لك عملت تجربه وفي مدرسين كتير وفي مدارس بتعمل تجارب كتيره جدا، لكن الولد مش موجود، الطالب مش موجود. الطالب خرج من شهر 7 ولما دخل المدرسه بقى سابق المنهج بشهرين. طب وبالنسبه للحضور الحضور والغياب دي اللي احنا كلنا كان عندنا حضور وغياب. انا بقى مش بالحضور والغياب بقى، ما انا اقول لحضرتك ما ده مش موجود. ده مش ايه ده؟ بقوانين و100 جنيه غرامه و1000 جنيه. لا انا ازاي بقى اعمل؟ انا عندي دلوقتي الثانويه العامه دي ما مش غايب عن حد، رياضه وعلم علوم وادبي. بعملش ليه امتحانات عملي؟ عملي يبقى سكاشن. الولد يحضر سكشن في الكيمياء وسكشن في الفيزياء وصوتيات في اللغات الاجنبيه وفي التاريخ والدراسات وعلم النفس، ويبقى كل دوت له درجه 40 زي الكليات العمليه 40%. فالطالب غصب عنه لازم يحضر، لازم يسمع عشان هيمتحن عملي. دي فكره حلوه يعني. طب ليه مش بتطبق فكره زي دي؟ انا بقى بقول هو ليه ما بتطبقش من غير، انا مش محتاج تطوير. طب هو استاذ صلاح قال ان هو اوريدي في منظومه لتطوير التعليم معموله اوريدي. تمام. يعني ليه ما بتطبقش لما هو في اولا مين اللي وضعها المنظومه دي؟ احنا بنقول عايزين المجتمع وكل مؤسسات الحكومه تساعدنا في التطبيق والتنفيذ. ايوه. ايه العائق يعني اللي المنظومه اللي هي في منظومه اتعملت؟ ان ليه فكره الطالب وولي الامر هو قايل له خد درس وما تروحش المدرسه، ليه ما يقنعوش يروح المدرسه؟ يا ابني طب شوف الاول وجرب الاول. انا بتكلم على منظومه تطوير التعليم بصفه عامه اللي هي ما حضرتك قلت في منظومه. تمام. ولا ما فيش؟ تمام. في منظومه، في خطه استراتيجيه لاصلاح التعليم. أيوة موجوده الوزاره حطاها. تمام. ليه مش بتطبق دي؟ لا بتطبق حاجه بس ماشيه بمنهجيه من الاول، لان طبعا اي تطوير مش هيبدا من يوم وليله. ده بيبدا من القاعده من المراحل الاولى للتعليم لحد ما يوصل مثلا لاعلى، مثلا احنا كتربيه وتعليم لحد الثانويه العامه. طب لو ركزنا على الثانويه العامه، هل خطه التطوير دي محطوط في حسبانها الثانويه العامه؟ بالتاكيد. ايه شكل التطوير يعني؟ ايه شكل التطوير رفع مستوى الخدمه في المدارس، تطوير مستوى اداء المعلم. مستوى الخدمه داخل المدارس يكون احسن. لكن انا بقول احنا عايزين دور المجتمع معانا عشان لا بس كل ده انا شايفاها وامش يا فندم. يعني لا. كل ده مش بيغير في صلب النظام بتاع الثانويه العامه. يعني نظام التلقين ده، نظام اللي احنا الامتحانات اللي احنا كل ده احنا ضده. احنا يعني عشان كده بنقول ايه في نظام الامتحانات لازم يتغير. ان ما يكونش بيقيس المستوى بتاع المعلومه بس، يعني انا عندي معرفي الحفظ وعندي مهاري وعندي وجداني. يجب ان يكون الامتحان بيقيس الثلاث حاجات دولت، مش هيقتصر على المعلومه. ما هو الطالب اللي داخل الجامعه ازاي هيبقى مؤهل لكلية عملية مثلا وهو حافظ كلام وتلقين خده بره وخده في الدرس او خده في اي مكان او حتى خده في المدرسة واقتصر على انه امتحن والدرجات هي اللي هتقيمه، هي اللي هتوديه جامعة؟ لا، لازم يكون في تقييم كامل للجانب مفروض. المهاري بيقيس الجانب المهاري. طيب. بيقيس الجانب الوجداني والاتجاهات بتاعة الطالب. يعني احنا مثلا بنعاني الوقت من المشكلة بتاع الامتحانات ديت واللي حصل فيها. مش اللي بيحاربني ده، بنقول العلم سلاح ذو حدين. اللي بيحاربني بعلم التكنولوجيا الحديثة، أنا برضو أرد عليه بالتكنولوجيا الحديثة، أحط آليات لامتحانات جديدة تناسب الأول اللي هي تقيس الطالب كتقييم شامل للطالب مش مجرد الجانب المعرفي بس. وفي نفس الوقت أقدر أحاربه وأبقى ضده. اعمل اللي أنت عايزه، يعني ادخل على النت اعمل اللي أنت عايزه، لكن أنا أحط امتحانات هبقى متطور أكتر منك، متطورة بشكل أكبر أقدر أواجهه. رئيس سيسي قال إن هو أعلن وقال إنه هيتم تطوير نظام دخول المرحلة الجامعية غير نظام الثانوية العامة. يعني توقعات حضرتك ان ايه شكل التغيير ده هيكون؟ يعني اغير منظومه التنسيق، مكتب التنسيق اللي اللي هي الناس بتتبارى على النص درجه والنص في الميه. ما هو ده المشكله عندنا. أيوة. حضرتك ما يعني من ضمن المنظومه بتاعه تطوير التعليم، لو انا اهتميت بالانشطه داخل المدارس وجعلت الانشطه ديت ليها درجات
يعني احنا عندنا في الجيزة عندنا المدرسة الرياضية في السعادية والأستاذ أحمد زين بيدرب طلبة وبياخد بطولات بيهم. المنظومة دي احنا لو استغلناها في الجمهورية كلها على مستوى الجمهورية ويبقى طالب الثانوية العامة شرط من الشروط بدل ما اروح بديله ورقة في حسن سير وسلوك كده ورقية، لا بديها له رسمي ان هو مشترك في نشاط كذا وكان مشترك في نشاط كذا ثقافي وفني وابداعي. الولد لازم يرتبط بقى بالمدرسة، حربطه بالأنشطة، والولاد عندهم طاقة عايزين يطلعوها تطلع في الأنشطة. صحيح. يبقى أنا استغليت الجانب المهاري في المواد العلمية والمواد الثقافية بتاعته، واستغليت المجال الرياضي والثقافي والفني والإبداعي في المجالات الرياضية. يبقى أنا ربطت فعلا الطالب بالمدرسة ومش محتاج بقى لتغيير منظومة الثانوية عامة. ليه؟ لأن أنا في الآخر هاخد توتال مجموع هيدخلني الكلية اللي أنا عايز، كلية رياضية يبقى في نشاط رياضي، كلية الطب يبقى في نشاط علمي وهكذا. تمام. الموضوع سهل. أوه. بس نتكاتف مع بعض، بس يبقى في إرادة، ما نحاربش بعض، في إرادة يكون ما نحاربش بعض، يعني يبقى منظومة واحدة. التعليم مشكلته كل الناس بتتكلم فيه. يعني أنا بقيت الوزارات كل وزارة معانا، إحنا دمنا مباح للجميع. لا مش مباح، الكل بيتكلم علشان كل أسرة معنية بالكلام ده، كل بيت مصري معني. ما هم بيديش فرصة ان انا اتكلم. زي ما قلت لحضرتك، يعني احنا قاعدين بنتكلم مستقبل عيالهم، يعني احنا قاعدين بنتكلم اهو حضرتك، بعد 3 4 ايام بعد العيد هتلاقي على وكلاء الوزارة ومديرين العموم الطلبات وعايزين يخشوا المدارس، اللي هيهرب منها بعد شهر. لا بس هي المدرسه بقى، حضرتك قلت المدرسه تعرف تجذب وصصها. ايوه لا انا بدي حضرتك تعرف تجذب. انا بدي حضرتك المنظومه حاليا بدور والكلام، انا بدي حضرتك المنظومه حاليا. يعني احنا النهارده بنتكلم عن نخش مدرسه بعينها وطلبات ونواب ومجلس نواب عشان يدينا موافقه، وبعد ما نلتحق بالمدرسه ما بنروحهاش. في حاجه غريبه. تمام. انا بشكر حضراتكم جدا وجودكم معانا، استاذ صلاح طه مدير اداره الدقي التعليميه، استاذ سعيد اسماعيل نقيب معلمي الجيزه، بشكر حضراتكم على وجودكم معانا. وبتصور فعلا انه في النهايه الخلاصه الاول يعني ان برضه هنرجع ونقول مره تانية وثالثه ورابعه وعشره ان منظومه التعليم من جذورها لازم تتغير، ومن لب الموضوع لازم يتغير، مش بس القشور الخارجيه. التعليم في مصر يعني الطفل المصري نبيه جدا، والشاب المصري ذكي جدا ومتطور جدا، وكل ما الواحد بيسافر ويشوف فعلا الشاب المصري متطور ومتفوق وذكي ونبيه، استغلوا الحلاوه دي علشان نطور بلدنا، احنا عايزين نطور بلدنا. بشكر حضراتكم جدا ونهاركم سعيد. فقراتنا متواصله معاكم وراجعين بس بعد الفاصل. شكرا.